أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتصفح الآن بعض أعمدة الرأي والمقالات. نستهل هذه الجولة من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية حديث المدينة للكاتب الصحفي عثمان مرغني من أخيرة التيار التي جاءت اليوم بعنوان استقالة أو إقالة حكومة القضارب. يستهل مرغني زاويته بالقسم قائلا: والله العظيم لو كنت مكان والي القضارف لما ترددت لحظة واحدة في تقديم استقالتي فورا وبلا أدنى تردد بعد هذه الأحداث الدامية التي أفقدت الوطن أرواحا بريئة من مجموعتين اقتتلتا على مساحة صغيرة في بلد أرضه كلها عذراء لم يمسسها إنس ولا جان. يضيف الكاتب: إحدى المجموعتين وهي في الأصل مقيمة في هذا المكان منذ عشرات السنوات، تظلمت من تقاطع المصالح مع المجموعة الأخرى، ليس استنكافا من مخالطة اجتماعية أو جوار حسن، بل فقط اعتراضا على مسائل تتعلق بتنظيم مساحات الزراعة والرعي ومصالح كل مجموعة. ويتابع الكاتب: ظلت الأيام تنفخ في وميض النار حتى تحت بصر وسمع الحكومة التي استنفرها الأهالي مرارا وتكرارا، فكان لسان حالها جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ويمضي الكاتب قائلا: في آخر المطاف انفجر الوضع وأكلت النار الأبرياء والمساكين في الجانبين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا حكومة القضارف التي كان في يدها أن تطفئ النار في مهدها وتحل القضية بأبسط ما تيسر. يختتم مرغني: إن لم تستقل حكومة القضارف أو تقل فإن الصورة تبقى كما هي، تحكي مشهد الوطن المفجوع في أبنائه.